عيد التحقيق مره تانية برحب بالدكتور سعيد اللوندي خبير الشؤون الدوليه وسياده اللواء علي عبد الرحمن مساعد وزير الداخليه الاسبق، ومعايا عبر الهاتف الاستاذ مجدي فلتس رئيس اتحاد الجاليه المصريه في ايطاليا. اهلا يا استاذ مجدي. اهلا بحضرتك دكتور اسامه، اهلا بحضرتك وب ضيوفك الكرام. اهلا اهلا بكم استاذ مجدي. يا ريت تشرح لنا كده الاجواء في ايطاليا كانت عاملة ازاي الفترة اللي فاتت، الاسبوع اللي فات، الفترة اللي فاتت قبل ما الوفد المصري يجي لايطاليا. شوف يا دكتور اسامة، احنا بقى يعني احنا عندنا يعني تقصير كبير جدا في الاعلام المصري. من اشعل الحرب؟ الاعلام المصري. في وجود المجموعة الاستثمارية اللي كانت موجودة في ايطاليا في مصر، يخرج جوليو معذب وملقى بالارض، وتقول صحيفه مصريه تقول لقد قام رجال الشرطه بتعذيب هذا الشخص وقتله على ورمه على قارعه الطريق. طبعا من بدايه هذا الامر انت عارف مصر طبعا مستهدفه من كل دول العالم. احنا هنا كجاليات مصرية بنحاول نلطف الأمور. السيد الرئيس شايفه طبعا مجهودات الجبارة اللي بيعملها في الخارج وفي الداخل، تصلحة العلاقات وما أفسده الدهر وما أفسده الزمن، ونحن نعلم ذلك عن الفساد اللي كان موجود في مصر. فالوقت اللي موجود فيه رئيس جمهورية حاكم عادل يحكم دولة بقلب كبير يخاف عليها ويخاف على أولادها، يقوم هذا الإعلام بزج مصر بصراحة يعني حاجة كانت هم بيتصيدوا الأخبار دي وبيبنوا عليها كل الأفكار وكل حاجة موجودة قاطعة. فكان ده السبب القاطع أو الضربة القاضية اللي بدأت بها المنهجة الموجودة، وعلى حضراتكم عارفين في أيادي موجودة هنا في إيطاليا بتحس الإعلام الإيطالي. ألو أستاذ مجدي، أستاذ مجدي فلتس. طيب واضح ان الخط اتقطع، حاولوا يا جماعه تتواصلوا معاه تاني. الدكتور علي الغتيد بعت لي رساله بيقول لي دون اهمال الاهميه البالغه للخلفيات الجيوستراتيجيه المحيطه جماعه، الاولى للنظر في ضروره حظر النشر حتى لا تتفاقم ايحاءات غياب ضبط الاداء وانتشار الانطباع صحيحا كان او لم يكن. القول بالتشتت وتفتت التداول واستمرار المحيات بالارتباك او التراخي وغياب المبادره، المنهج والتعامل الحكومي. بشكرك يا دكتور علي. على تويتر باولو جنتيلوني